هذا واعلنت هيئه البحرين للسياحه والمعارض تظافر جهودها مع حلبه البحرين الدوليه لتهيئه موسم من استثنائي لسباقات الفورمولا 1، وذلك من خلال اقامه مجموعه من الفعاليات السياحيه والترفيهيه الداعمه لهذا الحدث الرياضي العالمي. ونظمت هيئه البحرين للسياحه والمعارض العديد من الحملات التسويقيه والانشطه الترويجيه الخاصه بسباق الفورمولا 1 الى جانب عقد شراكات مع منظمي الرحلات السياحيه الدوليه لجذب اعداد اكبر من السواح من عدة أسواق واعدة وقال سعادة الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي للهيئة إن سباق الفورمولا 1 يعد جزءا رئيسيا من قصة نجاح مملكة البحرين في وضع موطئ قدم لها على خارطة السياحة العالمية مؤكدا مواصلة الهيئة مساعيها الحثيثة بالتعاون مع شركائها المحليين والإقليميين والدوليين لتسخير هذا الحدث العالمي في جذب ألاف السياح بدوره أكد الشيخ سلمان بن عيسى الخليفه الرئيس التنفيذي لحلبه البحرين الدوليه أن مملكه البحرين تواصل ريادتها في استضافه أحد أضخم الأحداث الرياضيه على مستوى العالم، وتصدر رزنامه البطوله العالميه كأول سباقات الموسم بما يعكس تفردها في حسن التنظيم والضيافه.